السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في قناة بيتي بيتك. النهاردة بإذن الله هقولك عن تجربتي مع تلاجة توشيبا 14 قدم بعد استخدام 6 سنين. إيه العيوب اللي لقيتها في التلاجة بكل صدق وأمانة، وإيه المميزات بتاعة التلاجة، وليه فعلا أنا ندمت بعد ما اشتريتها. تعالوا الأول نشوف التلاجة من جوه. أول حاجة ده الفريزر بتاعها. الفريزر الباب بتاعه عبارة عن رفين، الرفوف دي بتحطي بقى فيها أي حاجة، برطمانات عايزة تخزنيها أو حاجة، بس الرفوف مش واسعة، يعني لو البرطمان عريض شويه مش هتقدري تحطيه في الرف. اما الفريزر نفسه فليه رف واحد على مستويين، تقدري تحطي الرف في المستوى اللي فوق والمستوى اللي تحت. في الفريزر من جوه هتلاقي فيه فتحات تهويه كتير جدا، طبعا دي ميزه علشان فتحات التهويه دي هي بتدي كفاءه عاليه للتبريد بتاعت التلاجة، لكن في مشكله ان انت بتحتاجي تنظيف كتير جدا وطول الوقت محتاجه ان انت تنظفي الفريزر، لان اي فتافيت بتدخل في الفتحات دي بتقلل من كفاءه التلاجة وممكن لا قدر الله تبوظها. لو بصينا على الفريزر هنلاقي فيه 2 عيب. اول عيب فتحات التهويه الكتيره جدا اللي انت محتاجه طول الوقت تنضفيها، ما تقدريش تحطي اي حاجه في التلاجه بدون كيس او علبه، وده طبعا دي حاجه عامه لاي تلاجه. العيب التاني الرفوف بتاعه الباب وبتاعه الفريزر نفسه خفيفه جدا، وهتلاقي كمان عندك لوحه مكتوب فيها كل التعليمات، طبعا نخلي بالنا ونقرا التعليمات دي كويس جدا. ننزل بقى على التلاجه تحت، على كابينة التلاجة نفسها تحت. لما ننزل على الكابينة تحت هنلاقي مقبض الباب في الباب نفسه، طبعا في موديلات المقبض بيبقى بارز من بره، مدور وبارز من بره، هي ليها اكتر من موديل ال 14 قدم. هنلاقي في الباب 3 رفوف، تقدري تحطي في الرفوف دي حاجات ما تكونش تقيلة، يعني انت لو عندك 3 ازايز حاجة ساقعة مثلا ما ينفعش تحطيهم في رف واحد لان الرف ممكن يقع، بس ممكن نوزعهم على رفين. ما ينفعش نحط فيهم حاجات تقيلة، لكن لو برطمانات صلصة حاجات خفيفة بتقدري تحطيها فيهم. بنلاقي كمان في الكابينة 4 رفوف. الرف اللي فوق خالص ده بتنزلي فيه اللحمه المفرومه او الحاجات المتجمده اللي انت عايزه تطبخيها بكره، لو فراخ او كده. كان ليه باب وانا اضطريت اشيله عشان بستخدمه كرف عادي، لان من عيوب التلاجة ان تحت المساحه بتاعتها صغيره جدا، فانا شلت باب الرف اللي فوق ده. وعندك طبعا 3 رفوف تانيين تحت، الرف اللي فوق الدرج بالظبط ورفين تانيين، وبتحطيهم على مستويات مختلفة على حسب ما انت عايزة توزعيهم في التلاجة. الإضاءة بتاعت التلاجة كويسة جدا، لكن للأسف مساحة التلاجة من تحت صغيرة، وده من أكتر الأسباب اللي خلتني أندم أن أنا اشتريت التلاجة، لأن مساحتها الصغيرة خلتني طول الوقت مش قادرة أجيب حاجات كتير، يعني مثلا لو يوم جايبة فاكهة وخضار مش بلاقي مكان أحط فيه الأكل، الحلل، الجبنة، الحاجات دي كلها بتبقى في مشكلة عندي في توزيع الاكل في التلاجة بسبب المساحة. فده اول عيب واخطر عيب لقيته في التلاجة بسبب تركيزي على الفريزر يكون واسع، ما خدتش بالي ان الكابينة بتاعت التلاجة لما تبقى صغيرة دي ممكن تسبب لي مشكلة. العيب التاني الرفوف بتاعت التلاجة ضعيفة جدا، اي خبطة بسيطة، اي وقعة بسيطة، طبعا انت معرضة وانت بتغسلي التلاجة الرف يتزحلق او يتخبط منك خبطة بسيطة، على طول بتلاقي الرف اتشرخ والدرج بتاع التلاجة اصلا اتكسر، يعني وقع وقعة بسيطة فاتكسر اصلا. طبعا دي من العيوب الخطيرة اللي قابلتها اثناء استخدام التلاجة، لكن الميزة الحلوة ان انت بتلاقي قطع الغيار بسرعة، يعني انا لما الدرج بتاعي اتكسر بسهولة لقيت درج تاني وعرفت استبدله من التوكيل، وطبعا توشيبا التوكيلات بتاعتها منتشرة في كل مكان، فطبعا يعني العيب ده قدرت اعالجه بان انا جبت درج تاني ووقع مني تاني واتكسر تاني للأسف. فانا حبيت بس انبهكم للموضوع، ما نركزش على حتة ان الفريزر يبقى واسع ونغفل كابينة التلاجة من تحت، لان انت ممكن تحسي ان مفيش مشكلة، لكن لا هي بتسبب مشكلة كبيرة جدا. انا حاولت اصور لكم التلاجة من بعيد بحيث ان انت تبقي شايفة المساحة كاملة، والدرج كمان الدرج مطول طول، هو كبير مش صغير، بس مش عريض على ورا لان تقريبا وراه الموتور، لان وراه الموتور ورا الدرج مباشرة، فانت هتلاقي الدرج طويل واسع بالطول لكن مش عريض على ورا. زي ما احنا شايفين الدرج مكسور كمان، الدرج التاني اللي انا جبته برضو اتكسر، وقع وقعة بسيطة برضو واتكسر. من مميزات التلاجة كمان بصراحة كفاءة الموتور بتاعها كويسة جدا، وفي خدمة ما بعد البيع ممتازين، يعني تتصلي بالتوكيل في اي وقت بيبعتولك فني على طول. التلاجة في الصيف الجناب بتاعتها بتسخن، ودي حاجة طبيعية جدا، يعني مش دليل ان التلاجة بايظة او وحشة او فيها مشكلة. يا رب التصوير يكون موضح المساحة بتاعت التلاجة كويس لاي حد عايز يشتريها. من العيوب كمان اللي اكتشفتها ان وش التلاجة من قدام معمول بمادة مختلفة عن جناب التلاجة، بمعنى وش التلاجة اي سبراي كده بسيط، خل قماشة بسيط
بسيطة جدا بتنضفي بيها وش التلاجة، بينضف وبيلمع، وكمان الدهون ما بتبقاش لازقة عليه. لكن الجناب مختلفة جدا، المادة بتاعتها مختلفة خالص، تنضيفها صعب. اي دهون في المطبخ لو هو قريب من البوتاجاز او قعدتي فترة ما تنضفيش التلاجة، بتلاقي الجناب بتاعت التلاجة مش نظيفة وتنضيفها بيبقى صعب جدا. الخامة بتاعتها مختلفة تماما عن وش التلاجة، فانت في المعرض وانت بتشتريها حطي ايدك على وش التلاجة وحطي ايدك على جنب التلاجة، هتلاقي المادة مختلفة جدا. تنظيف الاجناب بتاعتها بيبقى صعب، وفوق التلاجة تنظيفها بيبقى صعب. لو تأخرتي عليها في التنظيف فلازم ايدك تبقى فيها باستمرار. من عيوب التلاجة كمان ان الجلدة بتاعت الباب خامتها برضو مش كويسة قوي، يعني مش على مستوى انتاج شركة توشيبا، فالجلدة بتاعتها محتاجة ان انت تتعاملي معاها بحرص، تنظفيها باستمرار، تنشفيها باستمرار، ما تخليش اي مية على الجلدة من برة، لان جلدة التلاجة اللي هي في باب التلاجة بتبوظ بسرعة، فاحنا لازم نحافظ عليها. باختصار اقدر اختصر لك مميزات التلاجة ان هي خدمة ما بعد البيع فيها كويسة جدا، صوت التلاجة مش عالي، ما بتطلعش اي روايح، مش من التلاجات اللي ما تحطي فيها اكتر من نوع اكل تلاقي ريحة طالعة من التلاجة. ضمانها، مدة الضمان بتاعتها كويسة جدا، 10 سنين. خدمة ما بعد البيع ممتازة. من عيوبها ان التلاجة من تحت مساحتها صغيرة جدا، الرفوف مساحتها سيئة جدا جدا. جلدة الباب لازم تستخدميها بحرص وتنظفيها طول الوقت، فتحات التهوية لازم تتنظف طول الوقت. خامة التلاجة من برة الباب خامته كويسة وسريع التنظيف، الاجناب وفوق التلاجة تنظيفهم صعب جدا ولازم تنظفيهم باستمرار، وبياخدوا وقت في التنظيف وبياخدوا مجهود جامد جدا في التنظيف. وبكده اكون لخصتلك كل مميزات التلاجة وكل عيوبها. يا رب تكونوا استفدتوا معانا، لو استفدتوا معانا يا ريت تدعمونا بلايك وكومنت محفز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.